السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة شريف ماهر، أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. إحنا بدأنا مع بعض وعملنا سلسلة نواعم العيد، عملنا البيتي فور وعملنا الكعك، وإن شاء الله النهاردة هنعمل بسكوت الكيس. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا. مقادير بسكوت النهاردة هنقولها مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة عندي الزبدة، 250 جرام من الزبدة اللي هم عاملين كوب وربع، و50 جرام لبن عاملين ربع كوب، وكوب من سكر البودر اللي هو 150 جرام سكر بودر، و400 جرام من الدقيق يعني 3 كوب ونص، ومعايا 10 جرام بيكنج بودر، ومعايا 5 جرام فانيليا، وثلاث بيضات متوسط وزن البيضة الواحدة 50 جرام. أول حاجة هعملها هاخد الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة الغرفة تكون لينة، هنزل بيها في الميكسر بتاعي، وهنزل بيها بعد ما انزل بيها هنزل بسكر البودر عليها. انا ممكن اضربها هي لوحدها وبعد كده انزل بسكر البودر، بس انا هعملهم مع بعض عشان الوقت. هستخدم المضرب الكف بتاعي، وهنبدا نشغل على السرعه البطيئه. لحد ما الخليط بتاع الزبده والسكر بتاعي يبقى خليط كريمي، اول بس ما السكر يتجانس مع الزبده هنعلي السرعه. هوقف المكنه بتاعتي ولم الزبده من الجناب، واشغل تاني. الزبدة بتاعتي قربت تديني القوام اللي انا عايزه والشكل الكريمي زي ما انتم شايفين، الكريمة بدأت تدخل على القوام الكريمي اللي انا عايزه. هسيبها دقيقة كمان عشان تبقى هشة اكتر. زي ما انتم شايفين ده القوام الكريمي اللي انا عايزه. هبدا الم الزبده تاني، وبعد كده هنزل بالبيض بتاعي واحده واحده لثلاث بيضات، ومع اخر بيضه هنزل بيها هبدا احط الفانيليا بتاعتي. انا لميت الزبده بتاعتي، هبدا اشغل الميكسر تاني، هجيب البيض هنزل واحدة واحدة، دي أول واحدة، وهستنى لحد ما تختفي وتتجانس مع الزبدة بتاعتي والسكر. هنزل بالبيضة الثانية، كده هنزل بقى بالبيضة الأخيرة، وبعد كده هنزل بالفانيليا بتاعتي. لو مفيش عندي فانيليا صيدة
ممكن احط فانيليا باودر اكياس. هحط الميكسر بتاعي على زبده، وهجيب البيكنج باودر بتاعي هفضيه على الدقيق، ممكن انخلهم مع بعض او احطهم على بعض واقلبهم تقليبه كويسه. لو انا عايز اعمل البسكوت شوكليت بشيل معلقتين من الدقيق او معلقه ونص حسب درجه اللون اللي انا عايزها. لو انا عايز اعملها شوكليت هشيل معلقه واحط مكانها كاكاو، او معلقه ونص يعني النسبه اللي انا هشيلها هحط مكانها كاكاو، بس ما يكونش اكتر من معلقتين. بعد ما قلبتهم مع بعض قلبتهم كويس، هبدا بقى معلقه معلقه كده وهنزل على ايه، على خليط الزبده. واخر حاجه بنزل بيها هي اللبن. بحط الدقيق بتاعي، ولو عايز اعمل بسكوت برتقال او اي حاجه، اي حاجه فيها صنص، بشيل الفانيليا بتاعتي وبحط مكانها صنص من النكهه اللي انا عايز اعملها. بعد ما نزلت بالدقيق بتاعي وخلصت، اخر حاجه زي ما قلنا هنزل بيها هو اللبن. عندي 50 جرام من اللبن، وبدي بس لفتين على السريع اللي هو يتمكسوا مع بعض. بس وبكده البسكوت بتاعي العجينة بتاعته جاهزة معايا، وهبدأ اشتغل بيها واشكل بيها. انا محضر صاج عندي هنا 40×60 وحاطط فيه ورقه سيليكون. مفيش ورقه سيليكون، انا ممكن اشتغل على الصاج عادي لوحده، وممكن احط ورقه زبده مفيش مشكله خالص. انا العجينه بتاعتي حطيتها في الكيس، هبدا اكسرها او اقطعها معاكم بكل سهوله كده. وبقطع، بعمل حجم متوسط او الحجم او الطول اللي انا عايزه بعمله، وبقطع. العجينه جميله معايا جدا وسهله، ويعني سلسه جدا ومش جامده على ايدي، عشان اي حد ان شاء الله يعرف يعملها. وبكده احنا خلصنا تكسير او تقطيع البسكوت بتاعنا. ان شاء الله هيدخل معايا الفرن على درجة حرارة 180 حوالي من 25 ل 30 دقيقة، طبعا حسب الفرن. وطبعا في نقطة مهمة، لازم الصاج يبقى في نص الفرن، ما يكونش على أرضية الفرن عشان ما يتلدعش بسرعة، أو حتى لو هو الفرن بتاعي اللي هو الفرن بتاع العيش العادي، نوطي درجة الحرارة من الأرضية، ويا ريت لو في حاجة صاج نحطه تحتها عشان ما يلدعش من تحت. نشوف إن شاء الله بعد ما يستوي. وزي ما انتم شايفين ده شكل البسكوت بتاعنا لما طلع من الفرن. خد معايا 30 دقيقة، اخر دقيقة يا دوبك بس فتحت الشواية بتاع الفرن من فوق عشان ياخد لون ذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. يا رب يكون عجبكم ويكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.